بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا ورمزنا قائدنا سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، وأن يديم له الصحة والعافية، وأن يفرج عنه وأن يفرج عن كل المؤمنين. الشكر أولا وأخيرا لله سبحانه، وهو ولي النعم، وهو المعافي والمشافي. ثم الشكر والامتنان لكل من غمروني بمشاعرهم، وإني لا أجد الكلمات عاجزة أن تعبر عن هذا الوفاء الكبير، هذا الوفاء الذي يعبر عن عمق إيماني وعمق عقيدي. الشكر لكم جميعا على هذا الاحتفاء وهذا الاهتمام وهذه المتابعة لوضعي الصحي، ولا أنسى أن أشكر الجهات الرسمية وعلى أعلى المستويات التي تابعت وضعي الصحي. وأشكر من تجشم الحضور والاتصال للسؤال عن صحتي. وهنا كلمة أقولها، أن صحتي من صحة هذا الوطن. أي قيمة لصحتي إذا كان الوطن يعاني، وإذا كان الوطن يتألم، وإذا كان الوطن يتوجع؟ أي قيمة لصحتي أي فرد فينا؟ نحن نريد لهذا الوطن أن يكون معافى، لا قيمة لصحتي أو صحة أي فرد إذا كان الوطن يعيش المعاناة والألم. وقلتها بكل صراحة للمسؤولين وعلى أعلى المستويات حينما سألوني عن صحتي، قلت لهم إن صحتي من صحة هذا الوطن. إن وجدنا هذا الوطن معافى فنحن بخير. لا قيمة لمعاناة جسد، القيمة كل القيمة لأن ترتفع المعاناة عن هذا الشعب. الأمل كل الأمل أن يتعافى الوطن،
من كل ما يكدر أبناء هذا الشعب، وبقدر ما أثمن لهم للمسؤولين هذا الاهتمام بصحتي، أؤكد لهم أن صحة الوطن أهم من صحتي. وأتمنى وبكل محبة أن تتحقق التطمينات في قرب الانفراجات. ما يصلني من رسائل تطمئنني، وأنا قلتها صريحة، إننا ننتظر الانفراجات، الشعب ينتظر أن تنفرج أزمات هذا الوطن، أن تنتهي معاناة هذا الشعب. نأمل أن تكون التطمينات مؤكدة وصادقة حينما نرى هذا الوطن معافى. وأتمنى وبكل محبة أن تتحقق التطمينات في قرب الانفراجات والتي أكدها المسؤولون. إن شعبنا طيب، وقلتها للمسؤولين، إن هذا الشعب طيب ونقي وصادق في ولائه لهذا الوطن، يحتاج إلى لفتة صادقة محبة، يحتاج إلى رأفة لترتفع معاناة الناس وترتفع معاناة كل المحرومين. قلت لهم وبكل صراحة إننا نمد يدنا إلى النظام ما دام هناك عزيمة جادة وحقيقية في معالجة أزمات هذا الوطن. لسنا دعاة تطرف ولا دعاة عنف ولا دعاة صدام، إننا نريد الخير لهذا الوطن، نريده وطن المحبة، نريده وطن التسامح، نريده وطن الأمن، نريده وطن السلام. إن كان ذلك فكل الشعب بخير، لن يفكر أحد منا بمعاناته الشخصية، بآلامه، بأوجاعه. كلنا نفكر بأوجاع وآلام هذا الوطن، فنسأل الله أن يرينا كل الخير وكل الصفاء وكل الأمن وكل السلام. وأكرر وأنا أجد الكلمات عاجزة أن تعبر عن قليل مما يستحقه هذا الشعب من الوفاء والحب لعلمائه ولقادته ورموزه. الشكر مؤكد لكم جميعا أيها الأحبة بما غمرتموني من عواطف لا أستحقها، فجزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم إلى أن نعيش خط الإيمان وخط الصلاح وخط الهدى وخط الارتباط بالقيادة العلمائية الرشيدة. وأكرر دعائي وضراعتي أن يحفظ لنا الرمز الكبير والشيخ الكبير الأب الشيخ عيسى آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.